لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة محمد جمال الناقد الرياضي. سيد محمد، برأيك ما هي أبرز الاختلافات بين المدرب السابق هكتور كوبر وخافير أجيري؟ طبعا في الاول برحب بحضرتك. الاختلافات بين خافير أجيري وهيكتور كوبر كبيره للغايه. يعني هيكتور كوبر من حيث السيره الذاتيه لم يقود منتخب في كاس العالم، بينما خافير أجيري قاد المنتخب المكسيكي مرتين في كاس العالم، مره عام 2002 ومره عام 2010، بخلاف قيادته طبعا للانديه في اسبانيا من اتلتيكو مدريد من 2006 ل 2009، والقياده الى دوري ابطال اوروبا مره اخرى، قياده اوساسونا، قياده اسبانيول، قياده الوحده الاماراتي، منتخب اليابان. اعتقد ان يتفوق على هيكتور كوبر من حيث السيره الذاتيه وحتى فنيا كمان. هيكتور كوبر مدرب دفاعي قوي جدا، ولكن خافير أجيري مدرب هجومي، يعني نقدر نقول برضو هجومي بحت، يعني بيلعب بطريقه 4 3 3 وبيلعب بشكل هجومي اكتر من مستر هيكتور كوبر بكتير. نعم، طب مع التغيير المختلف لغايه في التكتيك او الطريقه الفنيه للمدربين، هل سيتاقلم الفريق بشكل سريع على طريقه اللعب الجديده؟ بالطبع مش هيبقى في، يعني طبعا هيبقى في اختلاف كبير جدا بين طريقه لعب مستر هيكتور كوبر وبين طريقه مستر أجيري، ولكن التغيير مش هياتي بسهوله. اللعيبه اتعودت بقى لها 3 سنين على طريقه لعب معينه مع مستر هيكتور كوبر، وهي طريقه الغلق المساحات والتقفيل الدفاعي البحت بشكل كبير جدا، نزول لعيبه وسط الملعب الى قلب الدفاع، حتى الظهيرين الاجناب ما بيقدروش ان هم يزيدوا للامام، حتى بنلعب بمهاجم وحيد والمهاجم يعني ما بيسجلش اهداف مع مستر هيكتور كوبر. بينما مستر أجيري اعتقد ان هو هيتعب كثيرا عقبال ما يقدر ان هو يحط بصمته اللي شفناها مع جميع الفرق اللي هو تولاها، ولكن هتبقى بصعوبه جدا لان الوقت ضيق جدا في الفترة اللي جاية، لأن مستر أجيري وراه مهمة كبيرة في تصفيات الأمم الإفريقية أمام منتخب النيجر الشهر سبتمبر، بعد أيام قليلة يعني، وكمان كنا خسرانين أمام تونس في المباراة الأولى، فأعتقد أن المهمة صعبة جدا على مستر أجيري. ولكن أنا شايف أن بخبرات اللاعبين وبخبرات المدرب الكبير اللي لعب كأس عالم وهو لاعب وكان مساعد مدرب في مرة وكان مرتين كرجل أول، أعتقد أن خبراته تغلب ده، مع وجود طبعا قرار من اتحاد الكورة بوجود مدرب مصري في الجهاز الفني، هيقدر يسهل بكثير جدا على المدرب ان هو يعرف امكانيات اللعيبه، عشان هو اكيد ما يعرفش غير المحترفين مثل محمد صلاح لاعب ليفربول، محمد النني لاعب ارسنال، عمرو ورده ما يعرفش غير المحترف، تريزيجيه ما يعرفش غير المحترفين. اعتقد ان هو يحتاج مدرب مصري يقدر يدله على لاعبين في الدوري المصري يقدروا يفيدوا خطته في الفتره المقبله. نعم، طيب برايك هل سيكون أجيري قادر على الوصول بالمنتخب لكاس العالم 2022؟ اعتقد ان الفتره الجايه في ظل وجود المحترفين بالشكل ده، في ظل وجود محمد صلاح اللي يعني مشرف المصريين بشكل كبير جدا، ووجوده ضمن افضل 10 لاعبين في العالم هذه السنه، اعتقد ان يعني احنا عندنا لعيبه كويسه وعندنا جهاز فني خلاص تسلم المهمه، فكل المصريين من صحف او من جمهور هيساندوا المدرب، اعتقد ان هو يقدر. ولكن في محطه اوليه لابد ان يتخطاها من اجل ان يستمر حتى عام 2022 او حتى لتصفيات كاس العالم، وهي تصفيات الامم الافريقيه وكاس الامم الافريقيه. نعم، الناقد الرياضي محمد جمال كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به.